المستشفى الميداني بجامعة عين شمس أول مستشفى ميداني لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تم إنجازها في 15 يوما فقط بالتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر. تضم المستشفى خيمتين على مساحة 4600 متر مربع بإجمالي 165 سرير للمرضى و11 سريرا للرعاية المركزة بتكلفة تبلغ 28 مليون جنيه. نتيجة زيادة أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 فجه التفكير في المستشفى هنا أن هي تتعمل عشان تخدم محافظة القاهرة. محافظة القاهرة من أكبر المحافظات إصابة. احنا هنا 165 سرير زائد 11 سرير رعاية مركزة بها أجهزة تنفس صناعي. المهم هنا في كل سرير في واسطة أكسجين زي ما حضرتك ما شايفة، ودي أهم حاجة بيحتاجها المريض اللي ما بيقدرش يبقى في عزل في المنزل. يعني 120 شخصا هم من يقومون على هذه المستشفى بين أطقم طبية وتمريض وإداريين، تم توفير لهم كافة أوجه الرعاية والسلامة للحفاظ عليهم من العدوى. العين بيخش على الخط الاحمر، تمام، ده خط اللي هو بيسمى اللي هو ناحيه المريض، تمام. الناحيه الثانيه اللي هي مقابله للخيمه دي ده المسار اللي هو المسار النظيف بتاع الاطباء وكل الاطقم العامله، يعني الدكتور والممرض والاداري والامن، تمام، بتاع الحمايه المدنيه، كله لما هيجي يخش الخيمه عشان يشتغل لازم يخش من المسار ده. وتستهدف المستشفى زياده الطاقه الاستيعابيه لعلاج مرضى الفيروس في محافظه القاهره، والتي تعد المحافظة الأكبر في معدل الانتشار.